السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرائعون أيها الرائعات، تحيتي للجميع أينما كنتم، داخل الوطن الحبيب أو خارج الوطن. كونوا في أحسن ما يرام، في أحسن ما يرام. أتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، أنتم والعائلة ديالكم، من كبيرها إلى صغيرها، أولادكم والديكم والخدمة ديالكم كذلك. أنا في الساعة الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير، والحمد لله الحمد لله. توحشنا بلادنا، توحشنا الوطن ديالنا، ولكن هذا الشيء ديال الوباء اللي سوء الحظ ما خلاناش ندخل بلادنا. وإن فوا حلنا الحدود إن شاء الله نمشيو نزورو بلادنا العزيزة اللي هي تشفق لسنا بها، بشعبها، بملكنا محمد السادس. الله يحفظه، الله يشافيه ويعافيه، ويحفظ العائلة العلوية، ويحفظ جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. كما شفتوا في الصورة المصغرة، غادي نتكلم على المنتخب الوطني اللي كان نعطيه تحية وشابو من هذا المنبر، لأنه البارح في المقابلة ديالو كونتر الملاوي حمرنا الوجه وخلى العديان يموتوا، حيت بزاف ديال العديان بلا ما نجبدو سمياتهم راكو عارفينهم. قال لك اسيدي حنايا ما كنعرفوش، حنا ايكيب ما واصلينش، وهذاك الهضرة ديالهم بلا 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 بلا. ولكن كما نقولوا العربة تسير والكلاب تنبح. احنا الحمد لله عندنا فريق وطني جد جد مميز، واللاعبين ديالو معروفين عالميا. نجبد منهم اللاعب اللي هو معروف وعالمي واللي داير بومبا في اوروبا، اشرف حكيمي، وكذلك اللاعب اللي معاه كل شيء، عندهم بلاصة كبيرة كبيرة في أوروبا، وكيلعبوا لعب يعني بروفيسيونيل، لعب بروفيسيونيل. الله يجزيهم على تحمرة الوجه اللي حمروا عنا البارح، والله يحفظهم والله يجزيهم، ونقول لهم إن شاء الله واصلوا في هذا العمل ديالكم. إن شاء الله الكاس ما بقالوش بزاف، وإن شاء الله بالمجهودات ديالكم وبالمجهودات ديال المتفرجين اللي حتما خصنا حتى هما نشجعوهم ونشكرهم، لانهم كي يعاونوا الفريق ديالنا باش انه يدير المجهود ديالو في وسط الملعب في الكاميرون. مهما ان الامور تما على حسب ما كنسمعوا، امور يعني ماشي حتى تما على حسب الامن الى غير ذلك. نطلبوا ربي يسترهم ويحفظهم ان شاء الله، ويرجعوا لنا في صحه جيده ان شاء الله، الفريق الوطني والجمهور المغربي باذن الله. شكرا للعبة كاملين، وشكرا للمدرب حتى هو والمسؤولين على هذه الكره المغربيه. الفيديو اللي باش نهضر عليه اساسا في هذا اللايف، هذا البث المباشر، هو القضيه ديال دوك الوجديات كما شفتوا في الصوره المصغره اللي راهم يديروا لنا الشوهه حتى هما عاود. فوقاش ما نقولوا الدنيا هانيه، فوقاش ما تنوض لنا وحده او واحد يدير لنا شي فضيحه ويشوهنا ويشوه البلاد ديالنا. هاد البنات هادو اسيدي اللي داروا واحد الفيديو بغا يديروا البوز، وقال لك اسيدي جوج بنات خواتات على حسب ما كيقولوا هما، و مره تقول لك حنا خواتات، مره تقول لك كبرنا اونصومبل، مره تقول لك اختي من با، اختي من هنا. مهم ما عرفنا كاع الحقيقه فين راهي. وانا اصلا هاد القضيه ديال هاد الخواتات هذه كاع ما تيقها لا شويه لا بزاف، لان الا كانت اختك راه اختك، ولا كانت غير كبره معاك ما تبقاش اختك، واخا انها المعامله تبقى معامله يعني ديال الاخ الاخت واخت الاخت ديالها، ولكن كاين الاخت بحاله مدنيه، وكاين الاخت غير بمعنى يعني المعاملات. كما حنا واحد يكون صاحبك تقول والله هذا احسن من خويا، فوالا يعني علاش؟ باسكو كيعاملك واحد المعامله طيبه، معامله مزيانه، مثل من تلقاه ويلقاك في وسط الشده يعني، وكل شيء في وقت الشده، فكتقول راه خويا ولا اختي ولا الى غير ذلك. فهاد البنات هادو شوفوا لسانهم، قال لك اسيدي بغاو راجل بوغوس، بغاو راجل طويل، بغاو راجل عنده الفلوس، وهما كاع اللي يهمهم غير الفلوس، والعياذ بالله. يا رب تعطيني الفلوس في جيبي ماشي في قلبي، يا رب الكريم تعطيهم لي في جيبي ماشي في قلبي. حنا نطلبوا غير الصحه والناس يا خويا، سبحان الله
الناس كيطلبوا غير الفلوس والصحه ما عليهاش، ماشي مشكل. فالبنت هذا وحنا كنا بكري، انا ما بغيت نخطب الزوجه ديالي، بغيت نخطبها يعني الحلال، يعني عارف دارها وقصد دارها. وحشمت نقولها للوالده ديالي، والله الا حشمت نقولها للوالده، علما انه الزواج حلال وانني كنت باغي الزواج يعني حلال، وباغي نقصد الوالدين ديالها، ماشي هذاك ديال التمسخير، نتلقى معاك القهوه، نتلقى معاك الهين، نشرب معاك، ندير معاك، نفعل معاك، يعني قاصدين الدار على حسب ما يقول، يعني على حسب ما يقول القانون والشرع، نقصد دارها. وحشمت نقولها للوالده، عيطت لاختي وقلت لها اختي الله يرحمك والديها وشنو وشنو، هضر مع الوالده. فوالا شوفوا حنا يعني انه الانسان كيفاش كيحشم العرض ديالو، كيفاش كيحشم انه حتى في الزواج ماشي يقولها للوالدين ديالو. ولكن المشكل بيني انا وبين واحد اخر ولا واحده اخرى، انه الزمان تبدل، حنا الناس شويه الكبار صحاب 73 75 غير ذلك، عندنا العقليه في شكل، وهاد الشباب ديال اليوم سبحان الله يعني الحشومه ما كيعرفوهاش، ولاو اي حاجه كتجيهم نورمال، التبهدله ما على بالهمش بها، جات لهم نورمال، يحشم راسو نورمال، يهضر الكلام الخاوي نورمال، يعني حتى حاجه ما بقات عيب والعياذ بالله مع هاد الناس هادو. ولا الولد يمشي يدي البنت لدارهم قدام مو قدام باه نورمال، ولكن لعب كيفاش؟ لعب مال الوالدين، لعب هما الوالدين ما كيعلموش ولادهم على حسب ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم والدين ديالنا واسمه كاين في القران الكريم. هذا هو المشكل اللي هو صعيب في هذا الزمان ديال اليوم. فهاد البنات هذو سبحان الله ولاو يبيعوا فلسطينهم ويشريوا فلسطينهم في مواقع الاجتماعية، مواقع الاجتماعية نهاد يماني السلام عليكم اختي كي لاباس عليك مزيان كلشي بخير الامور العائلة البنيات كلشي بخير الله يحفظك اختي بارك الله فيك مرحبا بك اختي في القناة الله يبارك ما تنساش تابوني. دونك هاد الناس ديال اليوم سبحان الله يعني نساو الدين ديالنا، وهذا هو المشكل الكبير في هاد يعني المجتمع ديالنا ديال اليوم، اننا نسينا الدين ديالنا ونسينا وشنو قالنا القران وشنو قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو احسن خلق على وجه الارض، ونسينا كاع هذا الشيء هذا ولينا كل شيء يعني نورمال. وهاد البنات هذو سبحان الله ما كيبشروش بالخير، علاش؟ باسكو ديجا هما القضية ديالهم باغيين غير الفلوس. قال لك اسيدي حنا ما عندناش باش نشوف الويفي، واش داك انت الويفي؟ واش اللي ما عندوش يفكر في الويفي بيني وبينكم؟ اللي ما عندوش يلاه يلاه مسكين الله يحسن العون الجميع، يلاه مسكين الدار بغي مع الكرا ومع خصو يقلب على شي خدمة وخصو يعني يسلك راسو. واش وصلك انت الويفي؟ قال لك ما عندناش باش نشوف البوطاكاز. نوضي خدمي هذاك الفلوس اللي كتخسرهم في المكياج، دايره في مقنطر ديال المكياج كريستال، هذاك المكياج راه فلوس يباع في عوض ما تشري 5000 ولا 6000 ديال 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 المكياج وتحمري تما وجهك، شري بهم بوطه باش تاكلي وتشربي باش تحمي الماكله باش تطيبي الماكله ولا لا؟ انا هذا الشيء اللي كنعرف. الا ما عندك باش تخلصي الكرا روحي قلبي على خدمه، راه كاين خدمه ديال الحلال، كرا كاين بزاف ديال الناس كيدبروا اللي يخدم عندهم، سواء في الميناج سواء في قهوه سواء في ريستورون سواء قال ما عندكش النيفو ديال القرايه وما كاش اللي يطلبك، كاين هاد الخدمة هادي وماشي عيب، ماشي عيب انها المراه ولا الراجل ديال الميناج، ماشي عيب. الناس بالميناج داروا الديران، داروا شراو الطوموبيلات، بناو، تزوجوا، داروا وليداتهم، ماشي عيب المرا ديال الميناج ولا الراجل ديال الميناج، ماشي مشكل انه ماشي عيب انه الانسان يخدم ويتامر، ماشي عيب. باغ كونطخ عيب بنادم يبيع راسو في انترنت، عيب عيب والله الا عيب، عيب بنادم يبيع راسو في انترنت، حشومه كاع. بغيتي للراجل وانت عاد تشرطي ني باسكو فيك الميزانيه كحله، الميزانيه اللي الله يستر ويحفظ الله ينجينا بها، ميزان ما عندك والو،
وفي نفس الوقت تلقى واحد اللي زين عنده الفلوس وطويل. ايوا قلت لنا غير طول ولا عارف شحال بغيتي فيه، ميت متر ونص 50 لطي 37 يلبس فروجين 42 يا لطيف يا لطيف يا لطيف. والله العظيم الى والله الى مصيبة القرن، والله العظيم الى مصيبة القرن. ما عندك شو تشرطي راه اللي اللي ما عندوش يقول لك يا ولدي لو كان لو كان لو كان يخدم غير الجورني، وراه الناس تاع الناس يخدموا غير الجورني وعايشين. علاش يلو بروبليم بعد ملي كان يصور الجورني ويخلص الكرا ويخلص الضو ويتهلف مرته واكل وشرب، يلو بروبليم يلو بروبليم. علاه وانت عاد باغي تشرطي خصك يكون طويل وبوغوس، وغادا نجيبو لك ياسين خصنا نقلبو لك شي واحد اللي طويل ديجا وبوغوس وصحيح مسكلي و... اه بزاف هذا الشيء على الزواج. والله الا بزاف والله الا بزاف هذا الشيء على الزواج، والله الا بزاف هذا الشيء على الزواج. هذا الشيء اللي طلبتيه انتيا راه واقيلا واقيلا خصنا نحتو لك شي واحد، نحتو هكا نعدلوه طويل ومبوغوس شعره مسرح داير له جال لي زابدومينو. وهاد هاد البنات هادو اصلا اصلا هاد البنات اصلا ما تقتش بهم انا كلمه واحده قالوها، حيت كيقولوا شي كلايم وغير تما تما كينوضوا يتقلبوا على رسالهم، يعني على رسالهم بحال هذوك اللي كذبوا وكيتيقوا رسالهم كذبت وتيقت راسها. واه ايوا لا اله الا محمد رسول الله. زعما في هذا الزمان ديال اليوم كلشي ولا يخوف. ما غاديش نقول هاد النساء باسكو الموضوع ديالنا هما هاد النساء، مي ما بقى ما يعجب، والله ما بقى ما يعجب. وفي الحقيقه انا بالنسبه ليا الجمعيات خصهم يدخلوا الجمعيات، الجمعيات بمعنى كلمه الجمعيات اللي كيدافعوا على المراه وكيدافعوا على حقوق الانسان خصهم يدخلوا في هاد المسائل هادو، لان هاد الشيء ما بقاش مساله ما عنديش وهادو. هادي اللي ما عندوش راه باين على وجهه، اللي ما عندوش مسكين راه باينه في حالته. انت وجهك يبري داير القنطه ديال الماكياج تحوسي على الويفي، دونك انت ماشي ما عندكش، انت بغيتي ديري لاباس، انت بغيتي لاباس، هذا هو اللي بغيتي. ما بغيتيش انت تعيشي كما الملايين ديال الناس. وغادي انا نشوف لك رونالدو، انا نعيط له نقول له راه كان واحد المصيبه في وجده راه بغى يتزوج وراه بغى يمكن شي واحد بحالك، واخا هو ماشي طويل كاع، نلبسوا له الصبه ديال الطالون نهار العرس باش يبان طويل. هو راه عنده لي زابدومين راه صح تبارك الله، عنده الفلوس عنده اللعاقه، غادي نعيط له هو غادي يجي لوجده فيلاش طوبه ولا فراكي تسكني، غادي يجي هو يخطبك ويديك على باك وامك، وغادي ندبر له اللي ترجم السبنيوليه حيت هو يهضر السبنيوليه ما كيهضرش العربيه. غادي نقول بدر هاري راه صاحبه، نقول له هو يجيبه لك يا صاحبي. والله الا شواتونا بالله، والله الا شوهتينا ما خليتو فينا ما يتشاف. والصراحة ودوك الصحافة حتى هما عطيهم الوقت، حتى هما عطيهم الوقت ويهضروا معاهم، يعني بحال داكشي يعني نورمال كاع عادي 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 عادي. دوك حنا خصنا غير اللي بغا يتزوج ندخلو الانترنت يتزوج، هادشي اللي بقى. هذوك غير الناس اللي بغا يتزوج نبقاو نقبوا على الديران، شكون اللي بغا يتزوج ندبروا لها واحد طويل وصحيح ولاباس عليه. وانا نتمنى هاد الجمعيات يدخلوا في هاد المجال هذا، والله هذا هو الدور ديالكم في هاد الشيء هذا، لان هاد الشيء ديال الشوها وهاد الفضائح اللي بدنا نشوفوهم في مواقع التواصل كثروا بزاف بزاف، والله الا بزاف بزاف بزاف، هاد الشيء كاع كثر بزاف. وكل نهار نتاحوا في مصيبه، كل نهار يوصلنا خبر، كل نهار يوصلنا خبر، مالكم على هذا المصايب مالكم؟ نوضي نوضي اسيدي غدا بكري روح كاين القهاوي، كاين القهاوي بصح انت ماشي وجه الخدمه، انت بدا اصلا ماشي وجه الخدمه باش نجيب التالي كاع، انت والله ما وجه الخدمه. وانت نحرق يدي اما عمر ما خدمتي نهار في حياتك، وانت خدمتك راه باينه على وجهك، سيماهم في وجوههم، سماهم في وجوههم، تي وجهك راه باين خدمتو، فوالا باش نقولها لك بالمسرح، تي وجهك ماشي وجه نوض نبكر
ونطلع على يديا ونوض نتامر، انت ماشي وجه داك الشيء انت، وباين كلشي في وجهك، انت خدمت كره باينه في لي بواط، في داك الشيء ديال التسلكات، في داك الشيء ديال الوسخ باينه. بما انك تدبر على انترنت وتدبر على هادي، الا وخدمتك راهي باينه. وخرجوا واحد جوج رجال زعما بمعنى رجال زعما حاسبين على راسهم رجال، واحد يقول نعطيك 30 مليون. علاش اخويا انت مالك على 30 مليون؟ على 30 مليون انت لو كان نشوفك في دارك نتلقى الفريغو ديالك يزغرد خاوي يصفر، نتلقى امك مسكينه تقول لك جيب غير الزيت للدار، تقول ما عنديش. وبانك 30 مليون، انت مشيت المرأة بانك 30 مليون. بصح هاد الرجال بحال هادو انا عارفوهم، دوك الناس مساكين، دوك الرجال عمرو ما شافوا المرأة. هاد الناس بحال دوك نشوفوهم حنا حتى في البلاد ولا هنا في اوروبا، نشوفوهم هاد الناس كيشوفوا البنت يتخلع. هادو دوك الرجال اللي كيقول للمرأة نبيع عليك الفيرما ونزيد الكلب، لو ما تبيع الفيرما ونزيد الكلب تبقى انت تسندل بالحمر، تبقى انت تولي في بلاصتها، تولي انت تشد بلاصتها. راه خلاها واحد البركان راسم قال له ديتها بالبار وادت لي في الدار، يعني خرجت له المرة ديال الدار وداها بالدار، ولا هو يقعد في البار من كثرة المشاكل ومن كثرة المصايب. واه قالت لك سيدي بغات هي الراجل داير وفاعل وتارك، ما قالتش انتي انا بغيت غير واحد يسترني ونسترو، واحد راجل كبير صغير ما عنديش اشكال. لا هي بغات زعما دار الحساب على راسها، ومن ديك قاع هادشي دايره في راسك، وقاع هاد القيمه اللي عطيها راسك في كنت هذه بشحال تروح مجا خطبك. ها هذاك الراجل بدا، علاش تلقيك داك الراجل اللي تقولي عندك ولد؟ علاش تلقيك؟ وراه باين علاش تلقيك، راه تلقى في حق، راه غير فعالك او فعالك بلا ما نجبدوهم، فعالك راه بلا ما نجبدوهم، لان فعالك راه مباينين، لان سبحان الله الحمد لله والشكر لله فيك الجمال، ولكن خصنا نشوفوا واش كاين مور الجمال. هذا هو المشكل. راه كيقول لك واحد المثال في المغرب كيقول لك من برا يغوي ومن الداخل يكوي، هي هادي من برا يهوي، نقول هذه او يا هذه هي المراه ديال الزمان، هذه هي ملكه الجمال، ولكن من تتكلم معاها وتعاشرها وكل شيء تندمك على النهار اللي زدت فيه، تندمك على النهار اللي زدت فيه انت ولولادك امك الحره. باش ما نزيدش نسول عليكم في هذا الموضوع، لان هذا الموضوع في الحق راه طويل. وهاد البنات هادو مساكينات، واش نقول لكم؟ لا اله الا محمد رسول الله، الله يهديهم. ما غاديش نسبوهم، ما غاديش نقولوا شي حاجه اللي ماشي مزيانه، الله يهديهم والله يهدي بنياتنا، والله يهدي المجتمع المغربي ولاد وبنات، والله يهديهم والله يهدي والديهم عليهم، الله يتبعهم طريق الطاعه، والله يهديهم، ونطلبوا من الوالدين زعما يربوا ولادهم وخطو رحم بهاد الشوهه، لان هاد الشوهه ديال المواقع الاجتماعيه كثرتو بها بزاف وبساليتو وسمعتيتو داكور. والقضيه التالية اللي بغيت نهضر فيها وهي كما شفتو في العنوان الملولي، هشام الملولي اللي هو معروف، يعني كان شرطي سابقا انسبكتور دو بوليس، واللي هو سبورتيف. الله يبارك ما غاديش اللهم بارك وزيد في ذلك، هادشي ما غاديش نزلو فيه. شفت البارح واحد الفيديو تهجموا عليه بعض الناس، على حسب ما كيقول واحد تسعة ديال الناس تهجموا عليه وهرسوا له غير الطوموبيل ديالو. فانا القضية اللي في حقها خصني نهضر، اللي خصني نقولو في هاد القضية هادي، انا ضد العنف، ضد الحقرة، ضد الانسان كما نقولوا يتعلق فين يتفرق، هادشي كامل ضده، ما كنبغيش العنف، ما كنبغيش هادشي ديال هادشي. ولكن الشيء اللي نقدر نقولوا اسكو جو روبروش انا هشام الملولي، الحاجه اللي نقدر نقربها واللي تقدر تكون يعني سبب في المشاكل ديالو، واخا ما على بالناش المشكل يعني علاش هاد الناس جاو غير يساوه، ولكن الشيء اللي نقدر نقولوا وهو انه انسان في هاد الزمان ديال اليوم ما خصوش يتباهى داكشي اللي عنده،
لان في الحقيقه حتى هو راه زاد فيه واحد شويه باش نكونوا على يقين. الى عقلتو واحد هذه واحد 5 شهور ولا 4 شهور مي كان عنده المشاكل مع نزار ومع الزوج ديال نزار اللي غير ذلك، كان يخرج الفلوس يورم فوق الطابله زعما يبان قدام عباد الله. من حقك تبان قدام عباد الله، داكشي من حقك، داكشي يبقى شرف ليك انت. ولكن اللي خصك تعرفو يا هشام، وانت راك عارف هادشي اصلا، ماشي انت، انت مازال انا راني هنا في ولد اوروبا وكلشي، يعني داكشي كنشوفو هنا غير في المواقع وكلشي، اما انت راك عايش فيه يعني قدامك، تشوف هادشي، هادشي كتشوف فيه يعني صباح وعشيه. انت كتشوف انه الناس وبزاف ديال الناس وبزاف ديال الناس ما عندهمش حتى باش يكميو، لان مالوغوزمون سي الحد هادشي ديال كورونا ضيع بزاف ديال الناس في الاعمال ديالهم. بزاف ديال الناس ما تلقاوش ما ياكلوا ما يشربوا الصراحه، وهذا الشيء راه كتشوفوا فيه يعني في البلاد ولا في اوروبا. حتى انا في اوروبا راه كيف كيف اتونسيون، ماشي كان يعني كنتباهى باوروبا ولا، حتى انا في اوروبا راه بزاف ديال الناس اللي في الحق راه الا ما خدمتش ما تاكلش، راه سي فين هذاك الزمان ديال كاين وكاين وكاين وكاين، هادشي كان كاين واليوم ما بقى والو داك الشيء كامل. ف كما قلت لكم الملولي ذوك اليامات دار شويه البوز، دار شويه البوز وكل شيء، وطلعت القناه ودخل بها السولده، دخل بها الفلوس يعني بزاف وكل شيء. الله يبارك، انا ما كنحسدوش، الله كل واحد الله يزيد له في الحلال. ف هشام الملولي بقى يوري الفلوس، يوري الفلوس، انا عندي دخل لي صاد، دخل لي بشحال، دخل لي بشحال، خرجني شريت المرسيدس وشريت هادي وهادي 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 وهادي، وهو يتساب مع الناس كل شيء. وانا نظن هذاك الشيء اللي خلى الناس انا يحقدوا عليه، لان واحد اللي ما عندوش حتى باش ينقص النيه، وواحد اللي غير بالتفاهات ويدخل الفلوس، حنا كنعرفوا هذا المجتمع ديالنا ما كيرحمش، هاد المجتمع ديالنا ما كيرحمش لا صغير لا كبير لا مرا لا ولد. راه بشحال من واحد غرقوا له الشقف غير بالحسد غير بالغيره. دونك الملولي بداك الترعين ديالو بهذاك وري الفلوس وهادي وهادي، الناس حقدوا عليه، مشاو هرسوا له الطوموبيل ديالو. هذا عمل ديال باش نكونوا واقعيين، عمل ديال الدراري ديال بساله، هذه بساله كما يقولوها، هذه كيقولوها الناس البساله. البسالة علاش البسالة؟ لأن الطوموبيل في الحقيقة ما عندها حتى شي دخل في هشام، سيغت هي راه ديالو، ولكن إلا عندك شي إشكال أو شي حاجة مع هشام روح عند هشام وعر على كتافك وتلقى أنت وياه راس راس باش نعرفك بلي راك راجل ونستعرف بك. حتى إلا جابك كاو في المثل نقولوا والله الا راجل، ومشى كدا وقف له فاس وضارب معاه، واخا مهم راجل شجاع شجاع ونتحيوك وانت ديما كتساعد الناس، راه فوندام كاع ستيفن سيغال هذاك لاكتور امريكان ستيفن سيغال، راه في الحلقه ديالو نجيب له 9 غادي وبالسيوفه، مازال كنت غير بيديكم نقولوا يضرب واحد ولا زوج وشي الاخر خواف غادي يهرب وسالت على النبي، كيما جايين بالسيوف عند واحد بزاف بزاف. هنا كيبين لي هنا كتبين على لسانكم بلي راكو غير شميت، بلي راكو غير شميت وحقارين وحاقدين، وانا كتبين على رسالكم بلا راكو غير شميت وحقارين صافي، هادشي اللي فيكم. لان واحد تجيب له 9 راه ماشي 7، راه ماشي 7 هذا تخرج له 9 بالسيوفه. فانا اللي نتلف هادشي هذا باش ما تبقاش السيبه عندنا في البلاد، لان هادشي كيبين بانه كاين شويه التفرعين ديال الانسان في البلاد. نتمنى انه السي الحموشي، السي الحموشي والمجموعة ديالو
الشرطه القضائيه والشرطه يعني ليزانسبكتور وكل شيء، انهم يدخلوا في هذا الصوالح هذو، وهذا الدور ديالهم جوستومون باش يديروا الامن في البلاد ديالنا، الدور ديال الشرطه ديالنا. لان كان كل واحد يدير الخلاص ديالو بيدو فهاد تكون السيبه، فهاد تلقى الموت والقريساج بالعيناني. لهذا البوليس ديالنا خصهم الله يحفظهم الله يسترهم، لان حتى هما راه كيضحيو بالحياه ديالهم، وحتى هما كي يعني راه مي برين دي ريسك نتاع هاد الميتشي نتاع لا بوليس. هادشي كنشوفو حتى انا في اوروبا، كنشوفو بعض كما النواحي هنا في اوروبا هنا في 93 في المثل، كاين البوليس ما كيدخلوش في بعض لي سيتي، بوليس ما كيدخلوش. علاش؟ لان دوك الناس اللي عايشين تما ما كيخليهمش يدخلوا، ومن يدخلوا يبقى يضربهم بالحجار ولا بالكيسان ولا كل واحد باش يضرب، والسبان اللي غير ذلك. فهاد الشيء حنا ما بغيناش يوقع لنا في البلاد ديالنا، لان حنا البلاد ديالنا زوينه، الشعب زوين الحمد لله، الجو ديالنا في البلاد مخير، الماكله كاينه، كل شيء كاين. خصنا غير الناس يعتمدوا شويه على رسالهم ويبكروا شويه ويخدموا، لان اللي ما يخدمش في المغرب ما يخدمش هنايا، باش نكونوا غير واقعيين، راه اللي ما يخدمش في المغرب والله ما يخدم حتى في البلاد. لان في البلاد كاين الناس كيخدموا الجورني والحمد لله، تزوجوا داروا وليدات مقرينهم بناو داروا الطوموبيل، يعني داكشي اللي يتمناه كل واحد، المراه الابناء دارك والطوموبيل ديالك. واش بغيت نفوق هادشي؟ بغيت طير؟ وسير طير مع السنافير، سير طير مع السنافير وغادي نشوف فين توصل. تعيا طير وتهبط للارض، تعيا طير. دونك الناس توالفوا هذاك ديال اوروبا اوروبا اوروبا، ها هو روح انت كنا اوروبا، روح روح انت كنا صاحبي وتشوف اوروبا كي دايره. اوروبا راك من تجي لها اليوم تندم، والله غير تندم. علاش؟ لان كل شيء بسال، كل شيء صمات، ما بقاش اوروبا. اوروبا كانت في عهد والدينا، ستينات سبعينات كان البرد السم المزارية، والناس كانوا يخدموا، الناس كانوا يخدموا بثمن قليل، وكان ربي دار فيه البركة، وجاو البلاد وبناو داروا مشاريع وعلاو إلى غير ذلك. عما هما سولوا عندكم العائلات ديالكم، قول لهم واحد المرة يمشيو هنا في 93 في المثل ويصور لكم جيت لاكارت وسمر صاري، ما كاين والو، البرد والريح، الناس غير السرقة، إلى رفت البورتابل طار، تحل فمك سنيك مشاو، الناس يبيعوا الكارو. كان بعض الناس صاحبنا نعرفهم أنا هنا في 93، كان اللي حرق ما بتشحال 7 ملايين 8 باش حرق ويجي يبيع الكارو. أنت مرسك حياتك في البحر، الحوت القيرش السردين بقرينيس باش تجي تبيع الكارو. والخدمة كاينة، الخدمة والله لا كاينة اللي يخدم. قمر كذلك نعرف أن الناس مغاربة جزائريين توانسة جاو حتى هما بالبلاد لا ورقة لا نص، وخدامين، خدامين عندهم الشهرية ديالهم، خدامين كارين وعايشين. ولكن علاش خدامين وكارين وعايشين؟ حيت في بلادهم كانوا خدامين، في بلادهم خدامين، والإنسان اللي يخدم يخدم بصغره. من هات وصل 30 35، واش قلت ما تخدم؟ الله يرحم والدك، واش بقى لك ما تخدم؟ الخدمه راه بحال التربيه، الخدمه بحال التربيه. الانسان اللي كان مربي راه مربي بصغره، بصغره يعرف يقول السلام عليكم شكرا بونجور، يشد الباب الواحد اللي بغى يدخل واحد بغى يخرج شد له الباب. كان في الطوبيس شاف واحد الانسان يعني كبير او اونديكابي او موسين ولا ينوض، اروح تقعد في البلاصه. والانسان كيكبر مع هذوك الاخلاق، كيكبر مع هذه الاخلاق هذو، ماشي حتى 15 عام تقعد تقول له محمد قول بونجور،
محمد قول السلام، محمد قول شكرا، راه تروط راه 15 عام هاد الزمان ديال اليوم صافي. رحمك الله، حنا كنا في الصغر ديالنا في الثمانينات، اقسم بالله خالك عمك ما تشوفش فيه العين في العين، كنا نحشمو. الا قال لك روح عيط غير خالك يجي يشرب اتاي، حط راسك قالوا لك واحد شرب اتاي وانت خايف ومخلوع وحشمان. انا اليوم والو ما كان والو كاع، انا راك في الطوبيس يجيب بنادم يدحمرك يقصلك النص ديال الكتف ديالك وما كان لا سمح لي لا باردون والو، والله ما على بالو بك. فباش ما نبعدش على الموضوع، هادشي اللي داروا هشام ملولي ماشي ديال الرجال مخلقين ومربيين، ماشي ديال الرجال. وهاد الناس هادو اللي كيتعداو على هاد الناس هكا بكل بساطه وبكل سهوله، يخص القانون هو يدخل في هاد الصوالح. لان الا جا هشام ملولي يبقى يدافع غير على راسو ويبقى يتضارب معاهم كل شيء، وهادي وهادي غادي يمشي يدير شي فضيحه ويصبح معلق فين يتفلق. وعلينا باش نكونوا اللطو راه باينه، يعني راه ماشي شي حاجه اللي قالها لنا وما كايناش، الطوموبيل راه قدامه كاينه وحنا شفنا التعدي عليه. مش انه انسان يجي الطوموبيل ديالك ويهرسها لك ويخبشها لك، يعني هادشي باين من الحقد والحسد. وهذا كاع هذا كان بوليسي كاع، وشوف التعدي عليه كان بوليسي، هذا كيعني انه هاد الناس ما كيخافوش، ما كيعرفوش انه القانون فوق الجميع، ما كيعرفوش بانه هذوك السيد اللي ضربوه ومشى دار يعني الشكايات ديالو كلشي غادي يغرقهم، هو راه دار الشكايات ديالو. نتمنى انه يعني البوليس ديالنا كلشي ياخذوا داكشي بعين الاعتبار، وانهم يشوفوا هاد الناس هاد المفسدين هادو، لانهم مفسدين هادو وحقارين. نتمنى ان الله سبحانه وتعالى يعاونهم على هاد الناس هادو ويقبضوهم في اقرب وقت قبل ما يمشي ينوضو يديروا شي كارثه، لان الى حتى وصلوا داروا شي كارثه فسي تخو تاغ، سي تخو تاغ كاع صافي. وهذوك البنات هذوك اللي راهم يبهدلوا في روحهم ويبهدلوا في مغاربه ويبهدلوا في وجده الى غير ذلك، فانا نقول لكم روحوا اتقوا الله. الى باغين شي راجل راه خصكم النيه ديالكم ديجا حسنه، والناس اللي بغات شي راجل كدوموندي غير الستر ماشي كدوموندي طويل قصير عريض عنده ما شحال مليون، الا بغيتي الراجل ديال الدار. والله يهدي جميع امه محمد صلى الله عليه وسلم. ما تنساوش تصليو على حبيب الخلق، على احسن خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، وطلبوا الرحمه لكل واحد مشى عند الله سبحانه وتعالى. اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا يا ربي، فرج علينا وتفرج على كل مغبون يا ربي، توسع على كل مرحوم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم بارك في كل زوج وزوجة وبارك في أبنائهم، اللهم سهل الأمور لكل واحد في الحلال. ونقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف على التتبع ديالكم هذا الفيديو، ما تنساوش تشاركوا، ما تنساوش ديروا البصمة وديروا اللايك في هذا الفيديو إلى عجبكم، وتبارطاجيوه مع الأحباب ديالكم، لأن فيديو نقي. هذه القناة هذه ما كتقولش كلام قبيح، ما كتقولش كلام اللي ماشي مزيان، فلا بأس أنكم تبارطاجيوها مع الأحباب ديالكم في مواقع التواصل. ونقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف، وإلى فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باي باي.